Good morning, doctor. This is our circuit. دي ال stopwatch stopwatch بتاعتنا. دي IC 3 5 which is بتدي هرتز, بتطلع الهرتز. الهرتز بتطلع بتاخدها ال integrated 4017 بتاخد الهرتز من هنا تغيرها ل باينري كود. باينري كود الأربعة دولت اللي هو ده وده وده وده, دول الانتجرنتس 4026 بياخدوا الباينري كود بيغيروه converted into decimals عشان you display في السكرين النمبرز, عشان يطلعوا النمبرز ويعدوا النمبرز. ودي ال اللاينز دولت عشان تكونكت البريد بوردز كلها مع بعض, عشان بدل ما نحط باتري هنا وباتري هنا وباتري هنا وباتري هنا, بدل ما نحط 4 باتريز بنحط باتري واحدة ترن السيركت كلها. ودول الريزيسترز, ودي الزرار ده هو الستوب بوتش بتاعنا, اللي لما بندوس عليه ده بندوس عليه بيستوب السيركت, بيستوب النمبرز فروم كاونتينج. دي الseconds, الاثنين دولت counting the seconds, والاثنين دول counting the minutes. دي تعتبر زي الميكروسكند اللي بتكاونت على طول بسرعة. دي لما بتوصل 9 بتعد دي 1, دي لما بتوصل ل9 بتعد المينتس واحدة, بعد كده دي لما بتوصل 9 برضو بتبدأ تعد من ديت اللي هو 10 وكده, لحد ما دول بيوصلوا ل 60. دي لما بتوصل ل 9 بتريستارت ال اسمه بتريستارت الكاونتنج من الاول تاني, من صفرات كلها تاني, عشان المفروض يبقى فيه 2 تانيين عشان يكاونت الاورز, بس هو عشان ما فيش 2 تانيين يكاونت الاورز فدولت لما دي بتوصل ل 9 بتريستارت الكاونتنج. كل نمبر من دولت طالع منهم الديريفيتيف بتاعه, عشان كل واحدة من ال 4026 ريسبونسبل لكل واحدة من ال display دولت, عشان هو كل واحدة من دول ريسبونسبل للرقم لده. فكل واحدة كل نمبر طالع منه ال الأسلاك دي اللي هي بتبقى الديسبلاي بتاعها اللي هي بتبقى connected لل 2026 بتاعها كلها. And thank you.